بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي، معكم حنان الورقي. النهاردة هنتكلم مع بعض على الشعر الخفيف. زي ما احنا شايفين كده، بالنسبة للشعر الخفيف ده بيبقى مشكلة بتعاني منه بعض البنات أو الشباب، فالمشكلة ديت طبعا بتبقى عاملة لهم قلق كده فأنا هنتكلم النهاردة على عندي وصفة جميلة جدا جدا جدا، بس عايز اللي يستحملها، بس هي هتديك نتيجة كويسة أو هتديك نتيجة كويسة. الوصفة فعلا فعالة جدا، أتمنى ان انتوا تجربوها لأنها هتديكوا نتيجة جميلة جدا. الوصفة هتبقى من الزبادي وحاطة وفيها برضو شوية حاجات كده توم، بس هو عايز اللي يستحمل الوصفة، بس النتيجة فعلا أكتر من رائعة. يعني أنا الوصفة دي جايبها لكم وفي ناس مجرباها، وأنا حبيت اللي أنا أشارك الوصفة النهاردة معاكم في القناة. نتكلم على بعض الفوائد بالنسبة للزبادي للشعر الخفيف. أول حاجة معانا اللي هو بيزيد من كثافة الشعر الخفيف وبيمنح الشعر الصحة والحيوية، وليه فوائد تانية كتير. بيمنع تساقط الشعر، بيمنع القشر، بيعزز من نمو الشعر. ليه فوائد كتير جدا وبيرطب الشعر برضو. علشان كده حبايبي اللي انا حبيت اللي انا اشارك معاكم الوصفة ديت النهاردة. وديت بالنسبة للمنظر اللي احنا شايفينه ده، بتبقى مشكلة بيتعاني منه برضو الأطفال الصغيرة، يعني من سن 3 سنين 4 سنين بتلاقي بناتنا بتعاني من المشكلة ديت برضو. بتبقى المنطقة اللي قدام دي بتبقى فاضية كده، فالوصفة ديت فعالة جدا. أتمنى إن انتي تجربيها لو عندك بنتك بتعاني من المشكلة ديت، أو أتمنى اللي بيعاني من الشعر الخفيف أتمنى اللي هو يجربها، لأن فعلا الوصفة دي جميلة جدا. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، برضو بعض الشباب برضو بتعاني من نفس المشكلة ديت. عن نشوف بقى مع بعض الوصفة بتاعتنا. ندخل بقى في الوصفة بتاعتنا، هنحتاج ايه؟ هنحتاج بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج لمعلقتين كبيرة زبادي، هنحتاج لمعلقتين مايونيز، معلقة صغيرة زبدة، 3 فصوص توم مهروسة. بالخليط ده كله بوزعه كده، بخلطه كده مع بعض كويس جدا. ببدأ بقى بعد ما بخلطه كويس، بس بداية اللي انت بتوزعيه على شعرك او بتوزعه على شعرك، من الجذور لحد الاطراف، وبتبدأ عملية تدليك كده بصوابع الايد كده في فروة الراس عشان تتشرب من الخلطة ديت، لان الثوم بيدينا نتيجة كويسة جدا في نمو الشعر. والزبادي يعني الوصفة كلها جميلة جدا، بتساعد في نمو الشعر. بنبدأ بعد كده اللي احنا بنسيب الوصفة ديت على بنسيبها لمدة نص ساعة كده اهوت. بعد كده بتبدأ ان انت يتغسل الشعر بالمية الدافية والشامبو، وبتكرري العملية ديت، بكرر الوصفة ديت يعني كل يوم. ولو مش عايزة كل يوم ممكن يوم ويوم، بس لازم بانتظام، يعني ما تبطلهاش لحد ما تحسي بالنتيجة، اللي شعرك بدأ اللي هو يتكاثف وبدأ اللي هو يتقل في المنطقة اللي احنا شايفينها اللي هي بتبقى الخفيفة ديت. بعد كده بس يعني بتني تستعمليها لحد ما تلاقي الشعر بدأ اللي هو ايه يطلع. اتمنى للوصفة النهاردة تكون عجبتكم حبايبي، واتمنى ان انتوا تجربوها لان هي فعلا جميلة جدا، ووصفة فعلا فعالة فعالة بتدينا نتيجة كويسة.
أتمنى اللي لسه متابعني لأول مرة يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة ولايك وتعليق وتقولونا رأيكم ايه في القناة حبايبي. بحبكم جدا في الله. كان معكم حنان الوراقي ومنى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.